بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بخاخ الماء يستخدم آخر شطفة للشعر لك ولبنتك، فوائده سأذكرها آخر الفيديو. نحتاج إلى ربع كوب من الماء العادي يكون دافي، نحتاج لبخاخ بخاخ الشعر، ونحتاج كذلك لا كبسولات الفيتامين A، كبسولة واحدة تكفي سواء كان هذا النوع أو المتوفر عند الصيدليات. نأخذ كبسولة واحدة فقط تكفي لهذا الغرض، واحدة فقط. إذا لم تتوفر الكبسولات، كبسولات الفيتامين A، نحتاج إلى 5 قطرات من زيت جنين القمح. البديل لكبسولات الفيتامين A هي 5 قطرات فقط من زيت جنين القمح. تستخدم هذه الوصفة لجميع أنواع الشعر. نأخذ، قلت، ربع كوب من الماء نضعه في بخاخ. طبعا هذه آخر مرحلة عند غسل الشعر، وبعدها نقوم بوضع زيت الفيتامين A، قلت أي نوع، والبديل هو زيت جنين القمح. نفرغه مباشرة على الماء ونقوم برج البخاخ جيدا حتى تنسجم المكونات مع بعضها البعض. ونأخذ يعني الشعر ونقوم ببخه جيدا بهذا البخاخ، وقلت أثناء غسيل الشعر يعني آخر مرحلة من شطف الشعر نقوم بهذه العملية. طبعا هذه الفوائد، فوائد البخاخ، لها عدة فوائد أذكر منها أنها تحفز نمو الشعر، وذلك لأن هذا البخاخ ينبه الشعيرات الدموية الواصلة لبصيلات الشعر، حيث أن سلامة الشعيرات الدموية الواصلة لفروة الرأس تعزز من كمية الدماء والغذاء والأكسجين الواصلة لفروة الرأس، مما يعزز ويقوي نمو الشعر بالرأس بشكل سليم. كذلك هذا البخاخ يمنع ظهور الشيب، فالفيتامين A غني جدا بالعديد من مضادات الأكسدة القوية والفعالة والتي تمنع الأكسدة في الشعر، حيث أن هذه المضادات تقوي الأنسجة المختلفة وخاصة أنسجة الشعر. هذا البخاخ يضفي لمعة مميزة على الشعر، وذلك لأنه يحفز الشعر على إفراز مادة السيبوم المسؤولة عن لمعانه، كما أنه يقوي الشعر ويضفي عليه نعومة وسلاسة. وبالاستخدام المنتظم لهذا البخاخ يساعد على تطويل الشعر. كذلك هذا البخاخ يعمل على علاج تقصفات الشعر وجفافه، حيث أنه له قدرة على تغذية فروة الرأس والشعر، طبعا بتواجد زيت الفيتامين A لهذا البخاخ، ويرطب الشعر ويضفي عليه حيوية. وكذلك هذا البخاخ يعطي ترطيب ممتاز خصوصا لصاحبات الشعر الجاف. ومع الوقت والاستخدام المنتظم لهذه الوصفة يقضي على النفشة والتقصف، ويعطي شعرك لمعة جميلة، ويحفز نمو شعرك وشعر بنتك. الانتظام على هذه الوصفة عند كل استحمام، وستلاحظون النتيجة من أول أسبوع، آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات والبنات الصغار من عمر 2 سنين فما فوق، يمكنهم استخدامها وبكل أمان. هذه الوصفة سهلة سريعة ظريفة. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.